انتوا اليوم معنا مشان بس فرجيكم الفرح اللي كان عايش فيه رامي لما كان معنا على الأرض، وهيدا الفرح هو ذاته لو فترة كان هو حزن، اليوم هو فرح أكبر، فرح أكبر بوجود رامي بحياتنا من بعد انتقاله لبين إيدين الرب. هو بعده معنا وهيدا الفرح الأعظم اللي نحنا منحس فيه. هو بعده موجود بقلوبنا، بعده موجود بقلوبكن، بقلوب كل محبينه. معناتها رامي موجود. أشجار بسامة يا بابتسامة، أسمار بشامة يا أبو ابتسامة، ليلي منامة بعيوني سهر، عيونك شدر وجهك بدر، دوما تدر عالفرجة الفرجة لما أقدر. طفولته كتير هنية مثل 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 حياته، يعني مثل شبابه كتير بسيطة. كان من طفولته أنه بس نايمه كان دور له أنا موسيقى القصد فيها أنه ما يسمع أصوات تاني تقدر ينام. فهيدا الشيء كتير أثر لدرجة أنه كان رامي يغني بعمر صغير كتير، يعني يحفظ أغاني، بتفاجئ أغاني أم كلثوم. يعني رامي كان أخذني يمكن أم وصديقة، كل شيء معلق فيه كتير رامي. وما بعرف إذا كأم مثل كل الأمات، أو تخيل أنه ممكن كنت أعني له كتير وبقيت أعني له بعد ما أعني له. بعتقد بعت الهمك ليل نهار، يا حياتي القمر بيضاء والورد بحاله محتار، تذكروا من رامي. اي نعم، انا اكيد انا وصغير اكتر هيك خبريه هي هيدي كان اللي يماحن فيه كتير. يعني كان هو يجي يمزح هذا وانا ضل يطلع صوتي، هو يجي يمزح وانا يطلع صوتي. يعني كنت مقرب له، اكيد كنت مقرب من خي ناجي، بس كنت رامي مقرب منه اكتر. كنت اطلع معه، يعني كان يخدني هو لتل. اول مرة حتى غنات باستوديو كانت معه، كانت هو اخدني مع حدا. علاقتهم كانت مهضومة كتير، يعني أوقات بيبقى في صريخ بالبيت بس صريخ لعب. يعني حتى رامي قال يمكن قدام العالم كله إنه أنا ما بقدر نام إذا ما بحركش بشادي. ما بنسيها ضربة الملعقة، يعني على بس غلبت بس هيك ستل كمان بالدرس. فأكيد ضربت ملعقة مش إنه يضربني بس إنه
فهون كان رامي لشادي مش خي بس، كان بالنسبة له بي. حتى رامي كان يقول أنا بحس حالي مسؤول عن شادي، لأنه شادي الصغير وخسر بيه إنه ما شاف شيء، ما لحقه لبيه. فرامي كان يعتبر حاله بي أكتر من خي لشادي. أثر فيي وبعيني شوي شوي علي، ساكن فيي وحولي بقلبي وبروحي. لما بدي منك ورد بدي بالحنية، ضلك حد تدفي برد نسيني جروحي. فرحان جن وحبك حب جنون، فزعان صير خيالك وين ما تكون. فرحان انسى عيون وانت تقشع بعيون، فزعان تقلي كون وما تكون. هلا اكيد كنت، اكيد يا ريت كنت اقرب من رامي، بس ما بمشي يعني، ما بقولها بحزن او بروح ببكي، بقول يا ريت خيي من هيك. انا اصحابه وياه وكل شيء، اكيد يا ريت كنت اكثر اصحاب معه. بس يلا الصحبه هلا احلى بكثير، التواصل بالنسبه لي هلا اجمل، هلا انا بحسه اجمل يعني. قبل ما كنت بتمنى يكون هيك تواصل، اكيد كنت بقول يا ريت، كنت بتمنى اكون اناني ولا يضل هون معنا بالحياه. انا برايي كان بده شي 30 سنه يعمل حفلات ليساعدني على قد ما عم بساعدني هلا بهالفتره، فكتر خير الله. اذا هلا دغري مثلا بتذكر شغله بتضحكني صارت معي، يعني ان كان صارت معي انا ورامي او صارت مع رامي شيء عني، هو وقتها كان بالستار اكاديمي وقال انه انا كل ما شنخر بغطي لي بالتكايه، عرفتي قدام العالم كله. فهي كثير حبيتها بس انا اشتغلت حالي 6 سنين مع استاذ تما شنخر عشية، الحمد لله ما عم شنخر بقى. اذا بدي ارجع شوي بالوقت لزمان كتير، بدي ارجع لك ل20 سنة قبل. انا ورامي ربينا سوا وكبرنا سوا، بلشنا بحركة سوا وجانا بكورال مع بعض. انا ورامي من نفس البيئة، من نفس العيال إذا بدي، كتير عيالنا قراب لبعض. وإذا بدي أرجع شوي لورا، بي وبيو كانوا أصحاب. وإذ بليلة خسر بيو، وبعد 6 شهور خسرت بي، فهيدي التجربة كمان قربت كتير من بعض. يعني اللي صار يحكيك صرت أفهمه، واللي أنا بحكيه يفهمه. ياما ليالي أو أيام نقعد هون على هذا الدرج، هون في كتير ذكريات، وبكل سهيلة في كتير ذكريات إلنا سوا. كان هيك يحط فرحة وين ما يكون، يعني مع حيلا جروب كان هيك هدفه إنه يكون هو الفرحة. هلا رامي كان كتير بحب الشهرة، وكان بحب يكتب أغاني وبحب الغنى. كنا دايما يعني كنا كتير نزل على الجامعة سوا بالسيارة، يعني دايما كل الوقت يغني صبح ظهر عشية، مع ترويقة بلا ترويقة. يعني يكون أنا ما إلي نفس أحكي يكون هو ببلش عم بيغني، يعني إنه كل شيء عنده نكتة مثلا بيطلع بغنية، كان إنه حياته. هلا يما وهلا يوم، حب الغرب وشال هدو، يسلم للبيت خب رامي بالأكاديمي. بس أنا بقول لك بحبها كتير ريان، كنت وفي لرامي، بعدك لليوم بتسأل عنا بتجي لعنا، نحن منعني لك. أنا بعرف كتير منيح، مشتقت لك كتير 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 كتير. كيف صحتك؟ أول مرة بتغيب عنا هالقد، شو بدنا نعمل يا كوكو؟ أم رامي وإخوات رامي
كثير عزيزين على قلبي عن جد، يعني مثل عائلتي الثانيه. كنت دائما قد ما في جرب اطلع يكون حظهم. دائما بقول بدي اطلع، دائما بقول بدي اطلع، بس وحيات الله رح لك شغله، كل ما فكر اطلع في شيء هيك بيخنقنا. يعني بتعرفي موضوع، بس انت بتعرف انه انا بس شوفك شيء بيريحني، وانت بتعرف ليه. بعرف بعرف. بتذكر شغله كثير هيك بغص لما افكر فيها صراحه، بتذكر شغله كثير ما فهمتها، قال لي شغله ما فهمتها. كانت كنا هونيك ليلى كمان عم نحكي وهيك، قال لي ليك رح شو قال لي؟ قال لي في شيء عني رح تعرفه شي نهار، شيء هيك. ايه قال لي في شيء عني رح تعرفه شي نهار، والله العظيم. وفات. هلا عم برجع بتذكر، ما بعرف شو بوقتها، ما فهمت عن جد، بوقتها ما فهمت شو قصده. قال لي شي نهار رح تعرف شي عني، شي هيك انه شي نهار رح تعرف. سألته بعد شي يومين ثلاثة، قلت له ليك انت مرة قلت لي هيك على البلكون، قلت لي شي نهار رح تعرف. وحياة الله طلع فيه هيك ابتسم، قال لي شي نهار رح تعرف. وهي كانت ما بعرف شو بتعني بعدني لهلا، يمكن هيدي تفسرت ب ب ب برحيل رامي عن الارض، بس يعني بعتقد يمكن انا كنت حاسس انه كان شايف لقدام يمكن او شيء هيك. اذا بتقعد ليل نهار وبتخبرني ما بشبع. بعرف بتشبع. يعني ريان يمكن عقد حرقتي وعقد اشتياقي له، بس اوقات هيدي يمكن هاي الاخبار هيك بتخليني احس انه هو بعده. هلا هو بعده. خدني معك على درب بعيدي، مطرح ما كنا ولاد صغار، دفي ربيع بشمس جديدة، نسيني يوم صرنا كبار، نسيني يوم صرنا كبار. هو ثقة بأنه ما مقدم بس على ستاراك، كان مقدم على برنامج تاني كمان، فانقبل أم ممتان بالتنين. بتذكر كتير منيح وقت وصل لعندي، كانت الفرحة مش ساعته. حتى بتذكر انه ما فهمت شو عليه، يعني حملني وصار يبرم انه خلص مش عارف، وشو انه مثل كأنه عارف انه ناطره شيء اشياء حلوة وكتير حلوة يعني، بس مش عارف يسيطر على هالفرحة الكبيرة. فبس قعدنا وهيك وشرح لي انه بالاثنين انقبل وأيب رأيي، لانه رجع كنا ناخد رأي بعض بكل الأخبار. وعم بعطي رأيي أنا بأي برنامج أنا بشوفه أكتر. ما بنسى هيدا شيء هيك قال لي إياه، يعني قال لي ما بعرف ليه فتحت لي كتير بواب هيك كلهم مع بعضهم، حاسس إنه هيدا مش شيء خير، يعني متكأنه إنه هلأ فتح لي بواب بس بعدين في شيء باب حيتسكر. أحلى غنية غنيها رامي بستار أكاديمي، شو عملت لي بالبلد؟ شو عملت لي بالبلد؟ عم تفضى شوي شوي. شو عملت لي بالولد؟ راح وما سأل علي. بس طلع وشاف كيف مفرقة سهيلة كلهم استقبلوا العالم والفرقاء وهيك، ما كان كتير مستوعب وما كان عارف العالم برا كيف، يعني كان هو جوا ما بيعرف شيء، يعني نحن كنا محضرين نفسيا أكتر منه. رامي من قبل ما يفوت على ستار أكاديمي هذا كان حلمه، يعني كان يبقى قاعد معنا ويحكي مثل كأنه هو مشهور، يعني مثل اللي عنده رؤية لقدام انه انا مشهور وعارف حالي يعني وعارف لوين اوصل. يمكن من هون بقدر احكي عن الشخص الطموح اللي فيه. يعني كنا نحن انه نقعد انه نحن هون، نحن يعني حدودنا سهيلة، هو لا، كانت حدوده ابعد كتير من السهيلة، يمكن حدوده وصلت للسما لحد ما صار فوق يعني. فكان عارف من الاول انه
انه هو شيء مشروع، انه هو شيء مهم، وهو جاي مش لا يكون مثلنا هيك شخص عادي يمرق هيك باساجي هيك يمرق على هالارض. كان عارف انه في مطرح بده يترك بصمه هو، فحلمه كان كبير كتير. وبالستراك كنت شوفه على التي في، شوفه مبسوط بعينيك قمر كرمالي بمشي على الجمر، موريني بعينيك قمر كرمالك بمشي على الجمر، لو كان الدرب بعيد بعيد أنا صراحة انبسطت كتير وتأثرت كتير بنفس الوقت. تأثرت لأنه شفت أنه حلمه عم يتحقق، يعني أنه كأنه أنا يعني كأنه أنا محله كان. بس ضايقت شوي، يعني فكرت بأنانية لأنه كنت عارفة أنه ما بقى رح نشوفه كتير، أو صار أنه شوي مشغول. يعني أنا بتذكر يعني شي طلع كان لنا 3 أشهر مش شايفينه، يعني أنا مش مستعدة أغمره وأحكيه وأنه بيخبرنا. شوف كل العالم هجمت عليه، حس أنه بدي دفش الكل، يعني أنه بس نتركونا شوي، يعني أنه بدنا نقعد معه. يعني بس طلع النتائج هيك، فين كنت انا وشبان رفقاتي، صرت انا انه ببكي على بزعل وبنبسط انه على السبت انه خي ظهر المستراك انه خسر، ومبسوط انه حشوفه انه هيك حنطلع حنطلع محضرين له وعاملين له هيك رامي. قبل بيوم بسافر كل بعد الظهر، أنا وعد فيه هد مش ضحك بحياتي قد ما اللي عمله رامي قبل ما سافر بنهار. عن جد مشتاق لهضم. عيونك بتاخد وبتعطي هنا متل عيونه ما في انسان، لا باخد من عمري وبعطي انا لو قلب علي حن وما بدي امرق على دربه اسرق نظره من قلبه تمرق على الهدى على كلمة حدا غيري انسان. سؤلت إذا أنا كنت حس بشي قبل من بعد ما صارت الحادثة، إذا أنا كنت حس بشي جوابت لا. بس في شغلة صارت قبل بيوم قلت له لا، قبل بيومين قلت له رامي خدني معك، قال لي لا أنت مش هلأ أنت بعدين. فيوم اللي ودعت رامي مش 6 الصبح كان خيله ناطره، غمرته بوظته كتير والله يكون معك. فظهر لحقته طعم يطلع بالسيارة، رجعت عيطت له وغمرته عن جديد، غمرته وشديت، طلع فيه وقال لي ليه عم تغمريني كأني رايح مش راجع. هاي كانت بوجوده معي، هاي كانت آخر كلمة قالها. ومن بعدها سمعت صوته 2 بعد الظهر، قال لي ماما أنا وصلت. بس كان مبسوط كتير، كان فرحان كتير لأنه خبرني أنه ما قدر يطلع من المعجبين أو المحبين أو ما بعرف شو يسموا، كانوا كتير فرحانين إنه هو وصل. هاي كانت آخر مرة، بس دايماً هاي الكلمة ما بنسيها وقت اللي قال لي ليه عم بتبوسيني كأني رايح مش راجع.
ارجع لنا قلبي معك مش قادر انسى هواك يا حبيبي يا احلى ملاك يا روح الروح انا تعبان من غيرك اسمعني وراضي ضميرك لو عادي تسيبني لغيرك انا والله اموت